السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي جاسم الحوسني، أشتغل في شركة المسعود في قسم الطاقة. كملت عندهم الحين 7 شهور. وظيفتي الحالية ميكاترونيك أبرنتس. الحمد لله خلال هذه 7 شهور استفدت الكثير، يعني من ناحية خبرات ومن ناحية الوظيفية. وأنا أشوف عمري الحين إن شاء الله أني بحقق الأهداف الوظيفية اللي أنا حاطنها في بالي. فأتمنى من كل الشباب أنهم يقدمون على الوظائف المتاحة لهم في شركة المسعود، وإن شاء الله أنهم بيحصلون الشيء اللي يبونه وقتها. السلام عليكم، أنا فاطمة الزعابي من مجموعة مسعود للسيارات في القسم التيلي سيلز. اكتسبت وايد خبرات وتعرفت على جميع الجنسيات هناك، وأدعم كل المواطنين اللي يقدمون في مجموعة مسعود للسيارات، لأنه راح يطورون من نفسهم ويأخذون خبرات أكثر. وعندنا مجموعة الأقسام تناسب جميع التخصصات. السلام عليكم، معكم فاطمة المعمري من مجموعة المسعود. صار لي معاهم 7 شهور، تعلمت مهارات جديدة، اكتسبت خبرات جديدة، طورت من نفسي، طورت من شخصيتي. العمل معهم ساعدني وغير مع أي وايد أشياء. أحب أشكر مجموعة المسعود أن أتاحوا لي هالفرصة أني أنضم معهم، وأحب أشجع أخواني وخواتي المواطنين للانضمام.